والله كل ما شاهد المباراة صراحة بيعتبر انه السيد تي كان هو السبب في الخسارة بحكم انه بدأ بداية شوية قريبة عن الأمة المصراوية بوجود إريكسون كمهاجم، وده أثر على الوضع العام بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد بوجود الدون على دكة، وهو الدون هو عبارة عن اللاعب الحاسم، لاعب الخبرة في الفريق، عبارة عن أول هزيمة بتلقي ظلالة على الفريق وبتلقي رسالة واضحة للمدرب إنه الدوري الإنجليزي ليس كالدوري الهولندي، الدوري الإنجليزي من أشرس وأصعب الدوريات وبيأثر عليهم، الفرق الصغيرة والمتوسطة بتكون من أصعب الفرق في المنافسة خلال الأسابيع. أنا بشوف بداية صراحة سيئة بالنسبة لعشاق ومحبي مانشستر يونايتد والمدرب تيغ هانك، وصراحة رسالة مفادة إنه يعني النجم يصبح نجم، كريستيانو صراحة هو نجم حاسم وكذا، وجوده في المباراة بيعني الكثير بالنسبة للفريق الخصم. بالجانب الآخر لو جينا نظرنا لمانشستر سيتي بشوف إنه جارديولا وجد ضالته في هالاند تماما كويس، وجد ضالته في هالاند، وأنا بكرر وجد ضالته في هالاند مما يتميز به من تهديف، وأنا حشوف إنه هالاند حيكون منافسة مع محمد صلاح وجميع المهاجمين في منافسة على الهداف واحسن لاعب في الدوري الانجليزي، ودي انا الكلام بقوله الان حيكون نتائجه في نهايه الدوري الانجليزي، لانه هالاند لاعب طموح مع مدرب قدير كجوارديولا حيفجر كل طاقاته، ومبارح شفنا التمريره السحريه من دي برويني والتخليص يعني الاجمل منه صراحه. يعني مانشستر سيتي حيكون برضه منافس على الدوري وعلى النفس بقوه من اول. انا اتمنى من الامه المانشستراويه تراجع البيت، لانه الدوري حيكون صعب، منافسه حتكون على اعلى مستوى من